قولنا بقى يلا. الأم تهتم ازاي ببشرتها وخصوصا من سن كام؟ والله الاهتمام بالبشرة محتاج انه احنا يكون على طول، بس هنقول انه لو هنقول ايدج معين بداية من 20 25، وي هاف تو تيك كير. ليه؟ لانه الكولاجين بيبدأ يتكسر، ده بروسيس طبيعي موجود في الجسم انه الكولاجين بيتكسر. ادام الكولاجين بيتكسر لازم اعوض البشرة بكريمات يكون فيها ترطيب، يكون فيها عناية بالبشرة، يكون فيها شد، يكون فيها نضارة. اهتم بروتين اسبوعي زي مثلا ماسكات معينة، مش بعملها كل يوم، يعني أخصص لنفسي كل أسبوع 10 أيام عناية زيادة شوية. اشمعنى بقى؟ اشمعنى عناية زيادة في فترة معينة؟ هقولك، لأن كل يوم طبعا أنا لو هحط نفسي مكان كل أم، أنا أم برضو زيكم، فطبعا مشغولين صح؟ يومنا بيبدأ بدري وبيخلص متأخر قوي، فما عنديش وقت كتير أعمل لنفسي كده time for myself. فالمي تايم ده اخليه مش هقدر اطلبه مني كتير، بس انت كل يوم بس لو حتى على السراحه بتاعتك كده، قبل سراحه الكوماد مثلا جنبك اي حاجه، بس حطي كريماتك الاساسيه، مرطب الصبح تحطي حمايه، الحاجات السيمبل، بس ادي نفسي كل اسبوع 10 ايام عناية فائقه، اعمل سكراب، اعمل ماسك، اعمل حاجه كده تفيد بشرتي بطريقه مختلفه. حلو قوي. طيب اشرح لنا بقى بدقه اكتر. أيوة. بتقولي من سن 25 لسن 50، ليه لسنة 50 مبدئيا؟ ليه مش لبعد كده؟ يعني انا شايفة بشوف امهات بالعكس بيهتموا جدا لغاية ما يبقوا جدات واكتر، بيهتموا ببشرتهم وفعلا بيبانوا اصغر كتير قوي 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 لما بيهتموا. والله فعلا، لا انا بأيد صوتي لصوتك، يعني بالتأكيد مفيش عمر ينفع ان احنا نوقف نهتم، بس احنا بس حطينا كده رينج علشان كل شريحة عمرية بيكون ليها عناية مختلفة، بس الشريحة دي من 35 ل 50 فيها سمات مشتركة كعناية. احنا بنستخدم الحاجات الأساسية اليومية، مع نقول حاجات بسيطة بنعملها في العيادة من وقت للتاني، ماسكات علاجية بنعملها في البيت من وقت للتاني، عشان كده نقينا الشريحة دي. لكن كلنا لازم نهتم ببشرتنا زي ما بنهتم ببشرة البيبي من هو بيبي، والدايبر بتاعته، وإذا في أي حاجة بنحط له كريمات وآيلز وبتاع، لازم كمان نهتم إلى ما شاء الله. تمام. من 25 سنة ل 35 المفروض ان 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 ايه اللي بيفرق عنه عن من 35 ل 50 في العناية؟ في العناية اللي طبعا اكيد من 25 احنا معانا كمان فيديو دلوقتي اهو بيشرح. حلو. طبعا ده فيديو جميل كانت مشرفانا برضو، كان في الماسور زي ام يوسف والدة الكاتبة الصحفية الشابة اماني العلي في مركزنا في الكويت، فاحنا عملنا لها جلسه لانه هي زي كل ام كان ما عندهاش تايم. اتس نوت ان اكسكيوز، مش معنى ان انا ام ومشغوله ما اخدش بالي من نفسي، لان نفسي ليها عليا حق. وبعدين البشره عضو كبير، اكبر عضو على فكره طبعا في الجسم، وموجود معايا من يوم ما بتولد الى ما شاء الله. فلازم اهتم بيه، لان هو كمان له فانكشنز ثانيه غير الفانكشن الجماليه، هو خط الدفاع الاول للجسم towards اي ميكروبات او فيروسات او اي حاجه، فمهم جدا ان انا اهتم بيه يعني. ففي الفيديو ده كنا بنعمل اهتمام لام يوسف، انه عملنا لها كده ريفرش للبشره، عملنا لها شويه ديتوكس، عملنا لها سكرابينج، عملنا لها تريتمنت انتي ايج، حلو قوي، محتاجه ليفتنج بحيث ان ايه تبان يعني انتي ايجينج، يقلل التجاعيد بقى والحاجات بالزبط. دي. طب هل الروتين ده ينفع الواحد يعمله لنفسه في البيت؟ كلنا نقدر نعمله لنفسنا في البيت. حاجه بسيطه جدا، اهم حاجه ان انا طبعا في اختلاف في انواع البشره، يعني في بشره دهنيه، في بشره عاديه، في بشره جافه، كل نوع من انواع البشره ليها التريتمنت بتاعها. فنمره واحد اني انا احط ايدي على العلاج المظبوط طبعا باستشاره طبيه، يفضل طبعا الدكتور اللي انا بروح له او الصيدلي اللي انا بتعامل معاه.